السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اسمي الدكتور أدهم، مدرس في قسم القلب. هنقول النهاردة محاضرة بإذن الله عن الرايت هارت كاسترايزيشن بكل ما يشمله. المحاضرة دي محضرها في الأساس كان الدكتور أحمد المسيري للبيزك انترفينشن كورس، هو اللي محضر كان البرزنتيشن ده، وأنا بإذن الله النهاردة أنا اللي هشرحها مع بعض التغييرات البسيطة عليه. أول حاجة هنتكلم فيها، في حد مش سامع؟ كله سامع، ما تستريحش للميكروفون الحقيقة التاني ده. أول حاجة هنتكلم عليها الفينس اكسس. رايت هارت كاسترايزيشن معناها إن إحنا عايزين نخش الناحية اليمين من القلب. الناحية اليمين تشمل رايت اتريوم، رايت فنتركل، بالمونري ارتري بالبرانشنج بتاعه لغاية لما نبقى ويدجد. وهنقول يعني إيه نبقى ويدجد؟ اللي هو نوصل لغاية إن إحنا عايزين نقيس حاجات عن الليفت اتريوم، داتا عن الليفت اتريوم. كل ده مشمول تحت كلمة ليفت هارت كاسترايزيشن. أي حاجة هندخل فيها في المنطقة دي اسمها ليفت هارت. اسمها رايت هارت، انا اسف، رايت هارت. الاكسس بتاعنا للرايت هارت از فينس، ماشي. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها الفينس اكسس. الفينس اكسس بتاعنا ممكن من اي فين كبير في الجسم اكسسبل ثيوريتيكلي ندخل، ممكن نقدر ندخل من اي فين كبير. والحقيقه ان الناس بره ابتدوا في امريكا وفي اوروبا arterial وvenous access ابتدوا يدخلوا من اي فين في الجسم واي artery في الجسم. اي واحد بمعنى اي واحد، ماشي. الكومون اكسس سايتس بالنسبه لنا احنا اللي احنا بندخل منها يا femoral يا subclavian يا axillary يا jugular internal jugular. دي الحاجات الكبيره اللي بتدينا دايركت اكسس للارض. اول واحد فيهم هنتكلم عنه femoral vein. السيرفس اناتومي بتاعنا بتاع الفيمورال فين، فيمورال فين زي ما احنا عارفين بيمشي جوه الفيمورال تريانجل، هو الفيمورال شيث جاست ميديال للفيمورال ارتري، اوكي. بنعمله ابروتش تحت الانجواينال ليجمنت حوالي 2 سنتي، بنحس بالفيمورال ارتري زي ما بنحسه عادي خالص للارتيريال اكسس. جاست ميديالي بنحاول نتارجت الفين، اوكي. بنلاقي في فينس فلو عندنا. فينس فلو معناه ان هو نوت بالساتايل، البلاب بيبقى دارك، ده فرقه. يفضل لو هنعمل اي اكسس لفين ان احنا نعمل الاكسس ده بسيرنج، ما نبقاش بالنيدل لوحدها، السلدنجر تكنيك العادي بتاعنا، ما نبقاش تارجتنج اي فين في الجسم بنيدل من غير ما نبقى على فلاش. دي حاجه تكنيكال، لان كل الفينز اللي في الجسم لو احنا يمكن العيان لو تندلنبرج شويه، لو العيان ديهايدريتد شويه، هيبقى ممكن يبقى فيه نيجاتيف بريشر، ممكن يدخل لنا هواء في السيركيوليشن. فيفضل ان احنا لو هنعمل اكسس لاي فين في الجسم نبقى على فلاش، اوكي، ما تبقاش السيرنج على طول او ما تبقاش النيدل على طول. دي الاكويبمنت بتاعتنا اللي بندخل بيها، وده رسم توضيحي للسيلدنج تكنيك العادي بتاعنا بتاع الاكسس، ماشي. البيركيتينيوس اكسس عادي زي الارتيريال اكسس، ندخل بنيدل بانكشر نيدل، بعديها ندخل بواير على هذه البانكشر نيدل، نقدر بعدها نسحب النيدل وانس احنا سكيورد الفيسل. سكيورد الفيسل يعني دخلنا بالواير جواه. بعد كده ندخل وات ايفر على حسب هندخل بتروكر او بشيث، اوكي. لو ديفيكلت اكسس بتفيدنا، لو ديفيكلت اكسس بمعنى لو عيان تخين هيفيدنا. طيب احنا بنعمل اكسس فين؟ الاكسس بتاع الفيمورال فين بيبقى تحت الفيمورال ارتري بسنتي ل 2 سنتي، ماشي. طب مكان الفيمورال ارتري فين؟ مكان الفيمورال ارتري في المكان ده بالظبط اسمه السي. نبتدي نحط نعمل اكسس بالنيدل بيركيوتينيوسلي بره عند الجلد في الحته دي. في استاذ عبد الرحمن في بوينتر او حاجه؟ ايمنج ان احنا ندخل بطرف النيدل هنا. ده الارتيريال ولا ده الفينس؟ ده الفينس اكسس جاست ميديال وسنتي ل 2 سنتي ليه. طيب احنا ليه ما بنقولش الفينس اكسس في المكان الفلاني؟ لان عاده الفينز لس
كونستانت ليس كونستانت في الكورس بتاعها. فعاده يفضل ان احنا نحس الارتري وعن طريقه نطلع الفين، لان الفينز مش دايما الكورس بتاعها ثابت. خلي بالنا ان احنا لو العين اوبيس شويه ممكن جدا واتس فيري كومون ان احنا نلاقي فيمورال فين مستخبي ورا الفيمورال ارتري في اللور داون، ممكن نحتاج ننزل 3 ل 4 سم تحت المكان بتاع الاكسس بتاعنا بتاع الفيمورال ارتري. لو احنا لقينا ان احنا مش قادرين نتارجت، مش قادرين نبيك الفيمورال فين، ممكن نحتاج ان احنا ننزل تحت شويه، لان الفيمورال فين ساعات بيبقى مستخبي متداري ورا الفيمورال ارتري فور لونجر ديستنس. ماشي. ايه الفينز التانية اللي ممكن ندخل منها؟ ممكن ندخل من السبكليفيان فين. سبكليفيان فين ده it's the most comfortable venous access to the patient، خصوصا لو احنا هنفضل keeping الاكسس ده لفترة ما، زي لو احنا مركبين سنترال لاين او حاجة زي كده. طيب it's comfortable لان هو مش زي الجاجر لما هنتكلم بعد كده ان هو مضايق رقبة العيان، ما بيضايقش رقبته، بيبقى لتحت. حاجة تانية ما بيعملش ليميتنج للموفمنت، العين بيقدر يتحرك ويروح ويجي ويمشي براحته، ما بيضايقوش. حاجة تانية اتس ايزي، اتس لارج اند ايزي. عندنا مشكلتين في السب كليفيان فين اكسس. اولا اتس فيري نير تو ذا ايبكس اوف ذا لانج، فالريسك اوف نيموثوركس از هاير، ماتش هاير ذان اني اذر اكسس فينس اكسس. اتس بريزنت ولازم بعد اي سبكليفيان فينوس اكسس، سواء فور بيس ميكر انسيرشن او فور سنترال لاين انسيرشن او فور رايت هارت كاستريزيشن لاي سبب اخر، لازم بعدها نعمل تشست اكس راي عشان نتاكد ان مفيش نيموثوركس. حتى لو انا داخل كويس ومفيش هواء طلع معايا في السكه لازم اتاكد. اتس فيري كومن، اتس فيري كومن وبتعمل دراستيك افكتس. الحاجه الثانيه اتس ايزي تو دو سبكليفيان ارتري بانكتشر. هما الاثنين قريبين من بعض، ماشيين قريب جدا من بعض، والسبكليفيان ارتري بانكتشر للاسف از نون كومبريسبل، ما بنقدرش نعمل كومبريشن للسبكليفيان ارتري، فبيحصل منه لارج هيماتومز، مشاكل كبيره. فلو احنا مش واثقين كويس قوي ما ندخلش. احنا مش المشكله في البانكتشر، طبعا النيدل بانكتشر لوحدها عاده ما بتعملش مشاكل الا لو العيان عنده الكواجيولوباثي او عنده مشكله في البليدنج تندنسي. عاده بتحصل المشكله لو احنا انسرتد اشيث، لو احنا الموضوع كبر مننا شويه وكنا واثقين قوي ودخلنا بشيث. فما ندخلش بشيث الا لو احنا واثقين ان احنا فين بنسبه 100%. اوكي طيب، بنتارجت السبكليفيان فين فين، ايه مكانه؟ المكان بيبقى عند الكونكشن بتاع الميديال ثيرد واللاترال تو ثيردز اوف ذا كلافيكل. اوكي، بيلو ذا كلافيكل، بندخل بيلو ذا كلافيكل تارجتنج دايركشن بتاع الاسترنال نوتش. ماشي، برضه بندخل على فلاش. اي فينس فانكشر لازم ندخل على فلاش. ام سوري، كل الفينس بانكتشر 45، ممكن اقل، ميبي ليس، يعني 45 ممكن 30 ل 45. دي الخطوات بتاعتنا. بعد ما حددنا المكان اللي احنا داخلين فيه ندخل اندر فلاش، بعد كده بندخل الواير سكيورد الفيسل، بنطلع النيدل، بعد كده بندخل سواء بقى بالشيز بتروكر باي الكاثيتر اللي احنا هندخل بيها او الكانيولا اللي احنا هندخل بيها. طيب الحاجه الثالثه المهمه اللي عندنا، اللي احنا الاكسس الفينس اكسس اللي عندنا الانترنال جيجولار فين. الانترنال جيجولار فين برغم ان هو مزعج جدا للعيان، وساعات مش في كل العيانين، في الناس الثيك نيك بيبقى تريكي فان احنا نعمله ان احنا نتارجت الفين، لكن هو حاجه بالنسبه لنا لطيفه جدا بنفضلها. بمعنى ايه لطيفه؟ اتس فيري كومبريسبل، اتس فيري كلوز تو ذا سكين، برغم ان احنا بنعتقد انه ساعات ان هو في النك، واحد هو لسه بيبتدي بيعتقد ان دي حاجه في النك وده قريب وانا جنبي ستراكشرز مهمه وابقى قلقان. الحقيقه لا، الحقيقه ان الانترنال جيجولار فين لو انا عملت تارجتنج وجبت الكاروتيد ارتري
اتس نوت دينجرس لاننا كل الحاجات قريبه جدا قريبه جدا اكسسبل سيرجيكالي فيري ايزيلي اكسسبل. النك اذا كونفايند سبيس ما بتدخلش ناحيه الثوركس ما بتدخلش ناحيه لارج سيرجري اي حاجه هتبقى لوكال فيري لوكال اند فيري نير. الحاجه الثالثه اتس فيري كومبريسبل فيري ايزيلي كومبريسبل النك. ريسك اوف نيموثوركس از مينيمال اولموست نو ريسك اوف نيموثوركس في البوستيريور ابروتش بالذات. بنخاف ساعات من الكاروتيد ارتري بانكشر ان احنا تو بانكشر ذا ارتري لكن زي ما قلنا اتس ايزيلي كومبريسبل سهل جدا ان احنا نعمل كومبريشن للكاروتيد ارتري من هنا. سهل جدا لو لا قدر الله حصل كومبليكيشن كبيره ان احنا تو اكسس الفيسلز اللي موجوده هنا اتس اول نيد. ماشي الاناتومي بتاعنا عندنا عضله مهمه قوي لما بنشد راسنا للجنب اسمها الاسترنوكليدوماستويد. الاسترنوكليدوماستويد دي ليها تو هيدز ماشي وتيل. الانترنال جاجولار فين بيمشي من تحت فوق الاسترنوكليفيكولار انجل ما بين التو هيدز اوف سترنوماستويد وبعد كده يكمل بيهايند العضله بيهايند المسل. دي اللاند ماركس بتاعتنا اناتوميكال لاند ماركس. الماوس باين ولا صعب شويه؟ طيب دي الاسترنوماستويد زي ما هي باينه استرنوكليدوماستويد ودي الاثنين هيدز بتوعها ماشي. رقم ثلاثة دي الاوموهايود ماشي تعمل كروسنج بالعرض للاسترنوكليدوماستويد. الانترنال جاجولار فين الاثنين ابروتشز حاجه اسمها بوستيريور ابروتش حاجه اسمها انتيريور ابروتش. بيعتمد على ايه انتيريور وبوستيريور؟ ريليتد للاسترنوماستويد انتيريور للمسل ولا بوستيريور للمسل؟ تارجتنج بوستيريورلي بندخل في النقطه رقم 3 at the point of crossing of the omohyoid above sternocleidomastoid. اوكي انجل 45 على حسب ساعات بنزود الانجل او نقلل الانجل على حسب الثيكنس بتاع النيك بتاع البيشنت احنا متوقعين احنا رايحين فين. القصه دي زي ما اتفقنا ممكن تصعب كتير لو النيك ثيك نيك العيان عنده ثيك نيك او شورت نيك. بنتجه في اتجاه ال سترنوكليفيكولار انجل نفس الخطوات. السكند ابروتش بتاعنا حاجه اسمها انتيريور ابروتش. انتيريور ابروتش از ذا ايزيست بس اتس مور دينجرس عن البوستيريور ابروتش شويه لان احنا كلوزر للايبكس اوف ذا لانج ماتش كلوزر للنيرفز اللي بتعدي في الروت اوف ذا نيك فايتس مور دينجرس عن البوستيريور ابروتش. من ناحيه البليدنج اتس سيفر ذان السبكليفيان لكن ستيل ات از ذا ايزيست اند موست رابيد في حالات الامرجنسي لو احنا محتاجين اكسس سريع ومش عارفين نوصل له اتس ذا ايزيست اند موست ابليكابل في الحالات الامرجنسي. بندخل فين؟ عند التيب اوف ذا تريانجل اللي معمول بالتو هيدز بتوع الاسترنوكليدوماستويد. الحقيقه الانجل هنا دايما بتبقى ازيد شويتين 3 من 40 الانجل من 60 وساعات بندخل ابطو انجل 80 ل 90 ماشي. الخطوات واحد زي ما اتفقنا خطوات القسطره واحده. فيري ابليكابل فيري ابليكابل وفي سايتس بتعملها روتين اذا روتين في سايتس بره بتستخدم مش فينس بس فينس اند ارتيريال اكسس از روتين اندر الترا ساوند جايدنس بالذات في اسيا في شرق اسيا بالذات بيستخدموا كتير جدا الالترا ساوند جايدد او الدوبلر جايدد اكسس ارتيريال اند فينس لان هم ساعات بيعملوا حاجه اسمها دورسال سبيدس اكسس وبيعملوا فيري بيريفيرال اكسس. طيب
هل احنا محتاجين دايما ان احنا نعملها بالترا ساوند جايدنس؟ الحقيقه مش دايما بنبقى محتاجين، واحنا عندنا مشكله صغيره قوي ان مش كل الناس عندنا تريند للفاسكولار الترا ساوند كويس، لان ات نيدز تريننج، درجه من التريننج. اتس نوت ديفيكلت، بنعملها لو العيان محتاج، لو العيان سيك نيك، لو العيان عنده ريكيرنت ثرومبوزس في فيسلز اوف فينز، بالذات الناس اللي بيتكبوا عشان الغسيل عشان حاجه زي كده، دول بيبقى عندهم طبعا ريكيرنت ثرومبوزس في الفيسلز، فبنحتاج طبعا ان احنا غالبا نعمل الترا ساوند جايدنس. لو احنا في ديفيكلتي في تارجتنج الفيسل مش عارفين نوصل له، نحتاج الترا ساوند جايدنس. از روتين احنا ما بنعملهاش في مصر از روتين الحقيقه، في حته بيعملوها ميديكال ليجال از روتين، لكن احنا ما بنعملهاش از روتين. ابليكابيليتي اتس ابليكابل، اتس فيري يوسفول، اتس فيري ايزي، لكن محتاجه ان الدكتور اللي بيعمل دكتور الرعايه يبقى بيعرف يستعمل، يبقى بيعرف يعمل الابروتش ده، لان انت غالبا البروسيدور ده بتعمله في حاله كريتيكال، فانت محتاج ان انت تعرف تعمله دايركت دلوقتي على طول. فلو انت ما عندكش مكنه السونار جنبك، ودي حاجه ابليكابل وموجوده في رعايات كتير، وانت بتعرف تعملها كدكتور رعايه، هتبقى قصه الفاليو بتاعها ضعيف شويه. والله بتوع الاشعه بيعملوها وان دكتور ما بيحتاجش اتنين، لان انت حضرتك لما بتعملي سونار جايدد، القاعده في اي حاجه سونار جايدد ان انت بتستخدمي البروب وبتخلي البروب بارلل للاكسس بتاعك. يعني انا عايز ادخل بنيدل، بحط البروب والنيدل الايند مع بعض، وادخل النيدل لغايه لما اشوف طرفها. طالما انا لوكيتنج الفيسل، بخلي الفيسل لونجيتيودينال عندي وبحط النيدل، انا هشوف طرف النيدل بالسونار اول ما هتظهر عندي، هالاين معاها وافضل ماشي معاها لغايه لما تدخل في الفيسل. لان انا مش محتاج اتنين دكاتره، محتاج دكتور واحد، لان هو نفس الشخص اللي بيبقى ماسك السونار لنفسه وهو اللي بيعدل لنفسه. بالنسبه لنا احنا الموضوع بيبقى اوكورد شويه، لان احنا مش متعودين نعمل سونار. لكن لما احنا بنبعت حاله ديفيكلت لحد بتاع اشعه، عاده اتس سنجل دكتور اللي بيعملها، ما بيحتاجش اتنين. نتكلم الاول على الرايت هارت كاسترايزيشن بيرسي نفسه، اللي عايزين ندخل باسطر عاديه، عايزين ندخل بسنترال لاين. ايه الانديكيشنز؟ انديكيشنز في بعض حالات الاكيوت ام اي، لو في هايبوتنشن، لو نون سيفير ليفت سايدد فيلير، لو نون ميكانيكال كومبليكيشن از ميتال ريجريتيشن سودو انيوريزم في اس دي ار في انفاركشن. دي انديكيشنز، ستريكت انديكيشنز للرايت هارت كاسترايزيشن. طيب سيفير ليفت سايدد هارت فيلير تو جايد ثيرابي في الحالات الاكيوت، اكيوت ليفت سايدد فيلير. طيب في الحالات الكرونيك، ساعات بنستخدمها في الحالات الكرونيك تو جايد الثيرابي، تشوف الريسبونس بتاع العيان لبعض الثيرابيز جايدد بالبريشرز، جايدد بالويدج بريشر، بالاتريال بريشر، نشوف العيان استجاب للدواء ده ولا لا. فساعات بنعملها مونيتورنج ان هوسبيتال، مونيتورنج اوف تريتمنت فور كرونيك هارت فيلير. شوك، وهنشوف هو ازاي بندفرنشيت الديفرنت تايبس اوف شوك. تامبونات، والحقيقه دلوقتي احنا تشخيص التامبونات بقى بالايكو ما بقاش بالبريشرز، لكن هو ده ون اوف ذا دايجنوستيك تولز اوف تامبونات. برضه نفس القصه، ديفرنشيشن بتوين كونستريكتيف اند ريستريكتيف، كونستريكتيف بريكارديتس، ريستريكتيف كارديومايوباثي. برضه القصه دي بقت مينلي بالايكو دلوقتي، لكن اتس دايجنوستيك تول بيفرق لنا بين الاثنين. Severe cases of severe pulmonary hypertension to know the cause، ده بيفرق لنا الكوزز بتاعتها. Perioperatively in high risk patients to monitor volume status and cardiac output. ونقصد هنا بالhigh risk patients العيانين اللي عندهم active cardiac condition وداخلين emergency surgery مثلا، زي العيانين اللي عندهم severe valvular disease stenotic، زي severe aortic stenosis، severe mitral stenosis، زي العيانين اللي عندهم left sided failure، severe left sided failure. indicated to measure pressures and saturations، بس طبعا ال value of diagnostic catheterization في congenital heart disease is declining. يعني ال value بتاع الموجوده طبعا ليها رول، لكن ال value of diagnostic cath في كل congenital heart diseases دلوقتي replaced كتير جدا بحاجات كتير قوي بالسي تي والسي تي والام ار اي والحاجات اللي بتتعمل فوقيهم. يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي ما بنقدرش نعملها measuring saturations.
وميجرنج ساتوريشنز فور دايجنوزز اوف شانتس. ما هوش الحاجه الاساسيه، لان احنا بندايجنوز شانتس بايكو، بندايجنوز شانتس بام ار اي، بندايجنوز شانتس ب ممكن بصبغه، ممكن بندايجنوز شانتس بسي تي، في حاجات كتير قوي بتشخص لنا التصاص دي. فهو الحقيقه الفاليو الوحيده ان احنا ميجر بريشرز عشان نشوف الهيمودايناميكس، ده الفاليو الوحيد دلوقتي بتاع دايجنوستيك كاثترايزيشن مش الانترفينشن فور كونجنيتال هارت ديزيز. لكن ليها رول، طبعا ليها رول، اتس بارت اوف اتس رول. كونترا انديكيشنز بتاع رايت سايدد كاثترايزيشن ابسولوت، لو عندنا رايت سايدد انفكتيف اندوكاردايتس، اكتيف انفكتيف اندوكاردايتس في رايت سايد، لو عندنا بروستاتيك ترايكاسبيد او بالمونري فالف، لو عندنا رايت سايدد تيومر او ثرومبس. ريليتيف كونترا انديكيشنز، لو عندنا كواجيولوباثي اي ان ار اكتر من 2، بليتلتس اقل من 20,000 50,000، او ريسنت بيرمننت بيس ميكر او اي سي دي انسيرشن. انا ممكن اعملها على الليفت سايد الايه لو كان في السنترال لاين مثلا على الليفت سايد ازاي؟ ممكن من اي اتجاه طبعا. كان في فيكتيف اندوكاردايتس او لا 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 ما هتدخل برضه في لو مفيش اكسس. طيب ما هتدخل لا برضه في نفس الناحيه لو مفيش اكسس، يعني لو عايز ادي فلويدز عايز اعمل مونوفيل مش لازم تدخل رايت هارت. انت ممكن ما تدخلش رايت هارت، يعني انت ممكن تعمل الاكسس فيمورال فين. لو انت ما عندكش اكسس فور اكسس فور فلويدز عايز سنترال اكسس، ممكن تدخل فيمورال فين من غير ما تدخل بلونج كاثيتر، من غير ما تدخل رايت اتريم ورايت فينتريك. لكن انت لو موجود عندك ماس سواء فيكتيف اندوكاردايتس او ثرومبس او ماس ايا كانت الماس في الرايت سايد، اتس ان ابسولوت كونتر انديكيشن انك تخش بقسطره جوه رايت سايد. الحاجه الثانيه، لو انت دخلت فور اكسس عاده بتاثر الفتره جدا، تحاول تاثر الفتره جدا. طيب هنقصر الفتره ازاي؟ تحطها ماكسيمم ليوم او يومين وتشيلها، لان خلي بالك ان الاندويلنج كاثيترز ممكن يحصل عليها انفكشن، ممكن تعمل ساينس والكومبليكيشنز بتاعتها كتير جدا. فانت عمرك ما هتحط حاجه اندويلنج ان ذا كيس اوف بكتيريميا وتثبت بيها وتثبتها بقى انا هثبت كاثيتر جوه عشان امونيتور التريتمنت، لا هتحطها فور اكسس فور ايمرجنسي بيربس وتشيلها، مش هتفضل لفتره طويله. ملهاش رقم ثابت، لكن احنا الرقم اللي احنا بنتكلم عليه شهرين لثلاثه، لان هي دي الفتره اللي بعدها بيحصل فايبروزس حوالين الليد، فنقدر ان نقول ان الليد مش هيتحرك من الاكسس بتاعنا، من الحاجات اللي احنا نقدر ندخلها. بروسيدور، اول حاجه لازم ناخد طبعا ريتن انفورمد كونسنت، ثانيا هنعمل فينوس اكسس، ثالثا هندخل الكاثيترز بتاعتنا. طيب اول كاثيتر عايزين نشوفها حاجه مشهوره قوي، اسمها نوع كبير قوي من الكاثيترز اسمها فلوتيشن كاثيترز، واهمهم السوان جانز كاثيتر. سوان جانز واخوها الثاني اللي احنا بنستخدمه في البالون مايترا اللي اسمه الارو، الاثنين دول فلوتيشن، نوع من الكاثيترز اسمها فلوتيشن كاثيترز. فلوتيشن كاثيترز معناها ان قسطره فيها في اخرها بالونه، بنقدر ننفخ البالونه دي بسلاين او باير وات ايفر على حسب البروسيدور اللي بنعمله، وهي عن طريق البالونه دي هي بتاخد الباس واي بتاعها وتكمل في السيركيوليشن، تمشي مع الدايركشن اوف سيركيوليشن ثرو فلوتيشن، بتفلوت مع السيركيوليشن بتاعها. ماشي، دي السوان جانز كاثيتر، تشبه جدا السنترال لاين، تفرق عنه البالونه اللي في اخرها وانها اطول. ماشي، بس سوان جانز كاثيتر في ناس بتانسيرت فلوروسكوبي جايدد، لكن المعتاد واللي في الليتريتشر ان احنا بننسيرت سوان جانز كاثيتر جايدد باي بريشرز، يعني احنا بندخلها بلايندلي وجايدد باي بريشرز اللي احنا شايفينها على المونيتور، نقدر نعرف احنا فين ونكمل او نسحب او ندخل او نفك البالون على حسب احنا فين. طيب احنا البروسيدور بتاعنا بتاع سوان جانز كاثيتر عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بندخل القسطره، بندخل بالقسطره هنلاقي الويفز بريشر ويفز اللي احنا هنقولها دلوقتي بتتغير عندنا، بيظهر عندنا اول حاجه بنقابلها رايت اتريم، رايت اتريال بريشر ويف، يليها رايت فينتريكولار بريشر ويف، يليها البالمونري ارتري بريشر ويفز، ويبتدي تدريجيا يتغير كل ما ندخل ديستالي في البالمونري ارتري. اوكي، المفروض ان احنا بندخل طول ما احنا نافخين البالونه لغايه لما نلاقي حصل حاجه اسمها
ويدجينج. ويدجينج ده معناه ايه؟ ان فجاه البريشر اتغير من بالمونري ارتيريال بريشر الى اتريال بريشر. ليفت اتريال بريشر، اتس ليفت اتريال بريشر. ده معناها ان احنا نقولها بالبلدي حشرنا القسطره، هي ويدجينج يعني محشوره، ان احنا حشرنا القسطره فوصلت ان هي محشوره فمش قادره تقيس البريشرز اللي وراها، فبتقيس البريشرز اللي بعدها فقط، ما بتقيسش البريشر ديفرنس بين اللي وراها واللي قبلها، بتقيس اللي بعدها فقط. فبتقيس الليفت اتكال بالمر بينر ويدج بريشر از ذا ليفت اتكال بريشر، اذا الليفت اتكال ماشي. بعد ما بنعمل ويدجنج بنفك البالونه، بنفك البالونه ونعمل ادفانسمنت ملي ل 2 متر، حاجه بسيطه قوي، بهدف ان احنا ما نبقاش سادين الفيسل اللي احنا داخلين فيه، الصغير اللي احنا داخلين فيه ده. والهدف الثاني ان ده بيقلل دقه القياس لو احنا عاملين انفليشن للبالون، بيقلل دقه القياس بتاعنا. البريشر ويفز اللي احنا بنقابلها ايه هي؟ اول بريشر ويف بنقابلها في الرايت اتريوم، هنبتدي من اول رايت اتريوم، حاجه اسمها الاي ويف، ماشي. دي بتحصل نتيجه اتريال سيستول، اتريال كونتراكشن، ماشي. وبعدين في ويف تانية بوزيتيف ويف مهمة اسمها الفي ويف. في ويف از فينوس فيلينج ويف، نتيجة الفينوس فيلينج اللي جاي من البريفريلي رايت اتريوم، ماشي. بينهم اتنين ديستنس، الاكس ديستنت اند ذا واي ديستنت. اكس ديستنت نتيجة الفلو التريكاسبيد موفمنت داون، الواي ديسنت نتيجه الامبتينج بتاع الاتريوم في الفك. في حاجه اسمها السي، سي ويف. السي ويف دي نتيجه الفالف كلوجر، الاتريو فنتريكولار فالف كلوجر، بيحصل معاه شارب ويف اسمها السي ويف، نتيجه الزقه بتاع البسيطه قوي بتاعه حركه الفالف. طيب بعدها بندخل في الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكولار والليفت فنتريكولار بريشرز يميزهم اللو دايستوليك بريشرز، الفيري لو دايستوليك بريشرز، عشان نعرف نفرقهم من اي بريشر اخر. يميز الفنتريكولار بريشرز ا فيري لو دايستوليك بريشر اولموست 0 0 تو 5 ماكسيمم، يفرق عن السيستوليك بريشر. هو ده الاسنس بتاع الفنتريكولار كونتراكتيليتي، ان احنا بيحصل عندنا بامب كونتراكشن وريلاكسيشن، فبيحصل بوزيتيف ويف ونيجاتيف ويف، او هاي بريشر وفيري لو بريشر اولموست زيرو بريشر. هنلاقي عندنا بيك سيستوليك بريشر نورمالي اراوند 20 تو 25 اند اند دايستوليك بريشر اراوند 0 تو 5 ماشي. دكتور البريشر ده السيستوليك بريشر ولا المين؟ مين ال 25 20 25؟ لا السيستوليك، احنا بنجيب هنا سيستوليك ودايستوليك، هنا ده السيستوليك، اتكلم على السيستوليك. طيب الخطوه اللي بعدها بنخش في البلمونري ارتري. البلمونري ارتري يفرق عن الار في زي ما الاورتا يفرق عن ال في في وجود الدايستوليك بريشر، الفانكشن بتاعت الارتريز كان زمان يقولوا عليها الويند كيسل فانكشن، اللي هو ان هو بيملى ويعمل الاسيست بتاعته ان هو يفضي، فبيعمل لنا دايستوليك بريشر. بالمونري ارتري بريشر الويفز بتاعته شبيهه جدا بالرايت فنتريكولار بريشر، يختلف ان الان دايستوليك بريشر بتاعه لا يقل عن 10 مينيمم 10، اعلى من الار في ولازم يبقى اعلى من الار في، لو قد بعض دي حاجه ابنورمال. السيستوليك بريشر لو ما عندناش مشكله في البالمونري فالف هيبقى اولموست قد الار في سيستوليك ماشي. الحاجه اللي بنقابلها بعد كده ان احنا هنلاقي وقع البريشر من مكان ارتيريال بريشر 25 30 بتاع البالمونري ارتري سيستوليك بريشر، بريشر فجاه نزل رجع تاني لمنظر الاتريال بريشر. اولا اتريال ويفز، ثانيا اتريال بريشر. اتريال بريشر معناه ان البيك عندنا 10
ما بيعلاش عن كده. ده النورمال ايتكال بريشر طبعا، الا لو عندنا مشكله، عندنا مايتكال ستينوزز، عندنا مشكله تزود الليفت ايتكال بريشر، هنلاقي البريشر ويفز اتغيرت، رجعت تاني للاي والفي والاكس والواي. منظر البريشر ويفز اللي احنا بنقول عليها الويفي فورم بتاع الفينس بالس المشهور، مشهور او معروف عن الليفت ايتكال بريشر، يفرق عن الرايت ايتكال بريشر ان الفي ويف اتس ماتش مور بروميننت عن الاي ويف نورمال في الليفت ايتكال بريشر. دي النورمال فاليوز بتاعتنا، النورمال رايت ايتكال بريشر من 0 ل 8، وده المين، احنا بنتكلم على المين ماشي. النورمال رايت فنتريكولار بريشر سيستوليك من 15 to 30، الدايستوليك من 0 to 8، البالمونري ارتر بريشر 15 to 30 زي الار في، الدايستوليك 3 to 12، المين بتاع البالمونري ارتر بريشر 8 to 20، البالمونري كابيلري ويدج بريشر 6 to 12. الحاجات اللي بنحسبها عن طريق البريشرز دي وعن طريق القياسات اللي احنا قسناها دي، نقدر نحسب كاردياك اوتبوت عن طريق الفيكس ايكويشن ماشي. ده مهم طبعا للناس بتوع الاطفال بيحبوا يحسبوه. نقدر نحسب الكاردياك اندكس عن طريق حساب الكاردياك اوتبوت ديفايدد باي البادي سيرفيس اريا. نقدر نحسب الستروك فوليوم. نقدر نحسب السيستميك فاسكولار ريزيستنس، ونقدر نحسب البالمونري فاسكولار ريزيستنس. اوكي، الباترنز المشهوره اللي بنشوف شكلها في الرايت هارت كاثترايزيشن، باترن مشهور قوي اسمه كونستريكتيف فيسيولوجي. كونستريكتيف فيسيولوجي غير كونستريكتيف باثولوجي. كونستريكتيف فيسيولوجي يعني ده منظر سجستنج كونستريكتيف فيسيولوجي، يعني حاجه منع القلب من ان هو اختناق، منع القلب من ان هو يتحرك براحته، مش شرط ان يكون نتيجه سببها كونستريكتيف بيريكاردايتس، ممكن يكون لها اسباب ثانيه. بيعمل لنا اول حاجه في الرايت ايتكال بريشرز بروميننت واي جنرالي انكريزد رايت ايتكال بريشر اند انكريزد ليفت ايتكال بريشر في هيئه البالمونري كابيلاري ويدج بريشر. يعمل لنا في الرايت فنتريكولار بريشر ديب اند بلاتو باترن. ديب اند بلاتو باترن يعني ايه؟ سكوير روت، بمعنى ان احنا عندنا اندستول بريشر بيبقى واطي بعد كده ويحصل بلاتوينج. الحاجه الثانيه اللي عندنا اسمها كاردياك تامبونات. كاردياك تامبونات زي ما اتفقنا هي وكونستريكتيف فيسيولوجي، هما الاثنين بيتشخصوا بالايكو، لكن الكاردياك تامبونات في فايده كبيره قوي بالنسبه لنا بتبقى في قياس البريشرز بتاعتها. ساعات احنا بنشخص الكاردياك تامبونات فيري ايرلي في حالات البالون مايتكال فالفلوبلاستي عن طريق القسطره. احنا بيبقى عندنا اندولين كاثيترز جوه واحنا شغالين، لو فجاه لقينا ايكوالايزيشن اوف دايستوليك بريشرز، ودي حاجه انا شفتها كذا مره، فجاه لقينا ايكوالايزيشن اوف دايستوليك بريشرز حتى لو لقينا مينيمال افيوجن او افيوجن مش كتير، اتس دايجنوستيك اوف تامبونات، فيري ايرلي دايجنوستيك ساين اوف تامبونات. وفي الحاله دي يفضل ان احنا نبتدي اجراءات البذله، ان احنا نبتدي نمسح. ايرفيرسبل مش معناها ان العيان لا، ده ممكن يكون داخل في حاجه مؤقتا وهيتحسن. ايكوالايزيشن بتاع رايت ايتكال بريشر ورايت فنتريكولار ان دايستوليك بريشر والبالمونري كابيلاري ويدج بريشر لما الاثنين يبقوا قد بعض، ده معناه ان هم جوه حاجه كافيتي، حاجه قافله عليهم ومخليهم كلهم يضغطوا على بعض، يزودوا بعض. الار في بيضغط طبعا، محدش بيقدر يضغط في الاخر على ال في، ال في از نون كومبريسيف، لكن الار في بيكمبريس شويه فبيريح شويه من البريشر بتاعه على الليفت ايتكال وشويه على الرايت ايتكال، كلهم جوه كافيتي واحده، فمعناها ان الكافيتي دي مقفوله فيها مشكله، فايتس اساين ا فيري ايرلي ساين اوف تامبونات. طبعا كلهم بيبقوا عاليين. يفرق عن اللي فات اللي هنا كونستريكتيف فيسيولوجي كان عندنا بروميننت واي، هنا بيبقى عندنا ابسنت اور بلانتد واي وذ بروميننت اكس ماشي. رايت هارت كاثرايزيشن بيساعدنا في تفريق بعض التايبس اوف شوك. كلنا استخدمنا السي في بي في ان احنا نعرف العيان ده كارديوجينيك ولا هايبوفوليميك ولا سيبتيك ولا ايه اللي عنده. طيب
في نوع الشوك الاولاني ديستريبيوتيف شوك. ديستريبيوتيف شوك يعني ديستريبيوشن هو اللي فيه مشكله، يعني الدم مش متوزع ايفنلي، سواء سيبتك شوك سواء هايبوفولميك العيان بقى نزف. ديستريبيوتيف شوك او نيوروجينيك او انافيلكتيك او نيوروجينيك، هنلاقي البالمونري كابيلاري ويدج بريشر لو، هنلاقي السيستميك فاسكولار ريزيستنس از لو، هنلاقي كاردييك اوتبوت از هاي. ماشي. في حالات الكارديوجينيك شوك هنلاقي كاردييك اوتبوت از لو، وهنلاقي البالمونري كابيلاري ويدج بريشر از هاي، وهنلاقي الفاسكولار ريزيستنس هاي نورمال اور لو على حسب، مش كونستانت. في الاول بتبقى هاي، ده كرد فعل من الجسم، بعد كده ترجع نورمال، بعد كده في الاخر لما الجسم يفقد دفاعاته زي ما بيقولوا هتبقى لو. وطبعا لو احنا ادينا علاج ممكن تبقى لو. في حالات الهايبوفوليميك شوك هيبقى الكاردياك اوتبوت لو، لان مفيش كميه كفايه من الدم، هيبقى البالمونري كابيلاري ويدج بريشر از لو والفاسكولار ريزيستنس از هاي. هنتكلم على بروسيدجرز، كذا بروسيدجر. هنتكلم على البيكارديو سينثيسيس مينلي، وهنتكلم على الترانزيانت بيس ميكر واير انسيرشن. انديكيشنز اوف بيكارديو سينثيسيس. بيكارديو سينثيسيس معناها ان احنا بنسحب فلويد من جوه البيكارديال ساك. نورمالي في مينيمال اماونت اوف فلويد تو كيب لوبريكيشن ما بين الاثنين لايرز بتوع البيكارديوم، الفيسكال والبرايتال بيكارديوم. بيكارديال افيوجن معناه وجود كميه اكبر من المعتاد، يعني كميه فيزيبل، فيزيبل ديورينج دايستول، قادرين نشوفها كليرلي. في انديكيشنز كتير للبذل، اهمهم كاردياك تامبوناد. تامبوناد از كلينيكال دايجنوزز، العيان بيبقى هايبوتنسيف تاكيكارديك، يحصل عنده بالساس بارادوكسس، كونجستد نيك فينز اند ديستانت هارت ساوندز. مش لازم كلهم مع بعض. الحاجه اللي احنا بنشك لو في كلينيكال سسبشن مع هايبوتنشن وتاكيكارديا، لو احنا شاكين العيان بري اريست، ساعات احنا بنبذل من غير ما نكمل انفستيجيشنز لو العيان فيري كريتيكال. الايكو از يوزد اونلي تو كونفيرم التامبونات از دايجنوزد كلينيكالي زي ما اتفقنا، از نوت دايجنوزد باي ايكو. الحاجه الثانيه ايفالويشن اوف اند ثيرابي فور بيريكارديال افيوجن في حالات البوست كاردياك سيرجري. ساعات في حالات الايديوباثيك افيوجن والماليجنت افيوجن، ساعات بنحتاج ان احنا نعمل دايجنوستيك بيريكارديو سينثيسيس في الحالات اللي فيها ريكارنت فيوجن، حتى لو اماونت مش كبيره. في الحالات اللي ملناش اكسس اخر نقدر نطلع منه، في ناس عندها ديب ماليجنسيز مش قادرين يطلعوا منها نقول سيلز انف سيلز ان هم يقدروا يحللوا الا عن طريق دراستيك بروسيدجر، هيحتاجوا يعملوا بروسيدجر كبير جدا عشان يطلعوا عينه، ويحصل يظهر عند العيان بيريكارديال افيوجن حتى لو مودريت. زي ما بيقولوا بنتمسك بالقش، بناخد العينه لو طلع فيها سيلز هنقدر عن طريقها نشخص سبب الماليجنسي ده، فساعات بتبقى جاست فور دايجنوستيك بيربسز. نو ابسوليوت كونترا انديكيشنز فور بيريكارديال افيوجن ايا كان. واجيولوباثي دكتور، لو مثلا يكون في مايكارديا انفكشن في الول عامل انتربشن انيمز وسيلد ثرومبس، وانس انديكيتد نو كونترا انديكيشن. انت اللي بتتكلم عليه ده مفيش انديكيشن اصلا للتاب. في اوريدي بيريكارديال فيوجن. جميل. في بيريكارديال فيوجن، هل احنا قلنا اي بيريكارديال فيوجن بنعمل له تابنج؟ انهي بيريكارديال فيوجن اللي بنعمل له تابنج؟ يا اما كاردياك تامبوناد، يا اما فور دايجنوستيك بيربوس، يا اما تو جايد ثيرابي. ده اللي حضرتك بتتكلم عليه ده نو انديكيشن فور تابنج في عيان اوريدي، يعني في ماسف بيريكارديال فيوجن دي حاله تامبونادنج. انا شفتها يعني تامبونادنج مش تامبونادنج. طيب انا هقول لحضرتك على حاله انا شفتها. لو العيان تامبونادنج وعنده رابشر بنعمل له تابنج، حاجه اسمها سب ماكسيمال تابنج، بنعمل تابنج لكميه صغيره جدا عشان نفك بس حاله التامبوناد. اف ذا بيشنت از تامبونادنج فقط، ما بنسيبش حاجه اندويلنج طبعا جوه، مش هنسيب كاثيتر جوه، مش هنسيب بيك تيل، يا دوبك بنيدل هنسحب الكميه اللي مخليه العيان ديستريسد وتامبونادنج. والبروسيدجر دي كان بي ريبيتد، كان بي ريبيتد
من غير ما نسيب حاجه جوه، وما نعملهاش الا لو احنا in emergency the patient is dying tamponading and dying من تامبونات. لو انت عيان قدامك عنده تامبونات وداينج مش هتقدر تفتحه دلوقتي، طبعا بنتكلم مش في المجال بقى ان هو رابشر هارت وهنفتحه دلوقتي حالا، لا احنا بنتكلم على حاجه سيلد مش هنفتحه دلوقتي حالا، هنأجل فتحه يوم ولا يومين بسبب او لاخر، مفيش جراحه، جراحه بايظه ما عندناش، بنعمل ساعات تابنج لكميات قليله جدا، نفك بس التامبونات اللي موجوده عشان العيان هيموت، التامبونات دي بتموت، فمفيش ابسوليوت كونتر انديكيشن للتابنج وانس ستريكتلي انديكيتد. طب ما احنا ممكن نقول حاله ثانيه، الناس اللي عندهم انفكشن في كل التريتوري اللي قدام، الناس اللي عندها بيرنز في كل التريتوري اللي قدام، في ناس عندها بيرنز لارج بيرنز بيرن وقت كل الشيست، is it absolute contraindication؟ it's not an absolute. once indicated الحاجات اللايف سيفنج بروسيدجرز زي سي بي ار، لو عين واخد ستريبتوكوكينيز لو عملت له سي بي ار ممكن اعمل له هيموثوركس وممكن ابهدله، بس once indicated an emergency life saving procedure there is no contraindication. لانه contraindication means to leave the patient to die، فده البديل. relative contraindications لو عندنا coagulopathy برضو INR 1.8 more than 1.8 platelets less than 50,000، لو العيان عنده traumatic hemopericardia حضرتك كنت بتقول عليه، وده جزء منه القصة بتاعت الانفاركشن post infarction، في الحالة دي احنا بنconsider surgery او type A aortic dissection subacute free wall rupture برضو هنconsider surgery. this is relative. ليه relative؟ لان لو احنا ما عندناش surgery absolute معناه ان مش هنعملها. طيب لو purulent او malignant effusion بنconsider surgery برضو عشان ما نعملش تراك، ما نعملش سيدنج للانفكشن، ما نعملش سيدنج للماليجنانسي، وعشان الماليجنانت والبيرلنت افيوجن عاده بيبقى ريكارد. البروسيدور بتاعنا برضو ريتن انفورمد كونسنت، ندخل يبقى هنركبين للبيشنت تو وايت بور كانيولز، ومجهزين عندنا الاي في فلويدز، نعمل اي سي جي مونيتورنج، بلاد بريشر مونيتورنج، ندي العيان بين ريليف اند مايلد سيديشن، ونعمل جود ستيلايزيشن اند لوكال انستيزيا. طيب الاكسس بتاعنا للبريكارديال افيوجن بروسيدور عن طريق ايه؟ ثلاث حاجات بره بيعتمدوا اساسا على الايكو جايدد بريكارديوسينثيسيس، وده البروسيدور اوف تشويس، هما كاتبين ان اذا البروسيدور اوف تشويس از ايكو جايدد بريكارديوسينثيسيس. احنا ناس عندنا الاسطر اسهل من ايكو، فعاده متعودين ان احنا نعمل فلوروسكوبي جايدد، ده تعود، لكن في اي كتاب طبي هتلاقوا مكتوب ان النمبر 1 ايكو جايدد بريكارديوسينثيسيس، لو مش افيلبل نقدر نتجه لفلوروسكوبي جايدد، ولو الاثنين مش افيلبل في حاجه اسمها اي سي جي جايدد بيريكارديوسينثيسيس. ماشي مال بيعمل اكتوبيك صح الريت اوف سكسس في الاي سي جي جايد ابليكابل على حسب ميك الافيوجن. طب انا ممكن اقول لحضرتك على بلايند بيريكارديوسينثيسيس، لو حضرتك في مكان عندك هاي فلو هتلاقي نفسك عملت كتير بلايند لو انت ما عندكش وسائل اخرى، لو انت عندك عيان about to arrest وانت شاكك في massive effusion chest x-ray مثلا clinically، انت شاكك عنده هو مثلا recurrent effusion نتيجة malignancy او نتيجة حاجة، وانت جاي لك العيان وشاكك ان هو عنده massive effusion وتمكن هادج وما عندكش اي وسيلة موجودة، فهي جدا جامد بلايند تاب تخش بالنيدل، ولو هو عنده massive effusion large amount of effusion anterior عادة اول ما هتحط الجدل هتلاقي المية طفحة مش هتحتاج تعمل حاجه، عاده اول ما هتدخل لو النيدل طويله بدرجه كافيه والعيان مش اوبيز قوي هتلاقي في فلويد طالع، هتلاقي في حاجه طالعه قدام، المفروض ان احنا ما نعملهاش مش جايدد، وده المفروض عشان ما نتعرضش للريسك اوف انجري،
والحاجه الثانيه لو احنا مش جايدد ما يفترضش ان احنا ندخل حاجه كانيولس. كانيولس بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ما ناخدش بشيز، ما ناخدش بيكتيل لو احنا مش جايدد، لو مش شايفين احنا داخلين فين. اهميه الرؤيه ان احنا ما ندخلش بحاجه لفتره ما تعور لنا الفنتريك لو احنا دخلنا جوه الرايت فين. بندي العيان ادكوت لوكال انستيزيا، اكسس سايتس بتاعتنا اي حته. الكونفنشنال بتاعنا اللي احنا بنستخدمه ان احنا زي ما اتفقنا بنعمل فلوروسكوبي جايدد، بندخل سبكوستال، سبكوستال انجل تو ذا ليفت سايد، اوكي، بنبقى جايدد تورز ليفت شولدر. الحقيقه ان البروسيدور ده كتير جدا بيفشل نتيجه ان النيدل قصيره، لو العيان اوبيس شويه، لو العيان انفيزيمتس شويه، ساعات كتير جدا البروسيدور ده بيفشل مش نتيجه ان مفيش افيوجن كتير، نتيجه ان النيدل ما وصلتش. لان النيدلز عندنا احنا ما عندناش الافيلابيلتي من النيدل دي، ما لقيتهاش، طب هات نيدل اطول، طب هات لمبر بانكشر نيدل. القصه دي ما هياش دايما متوفره في مستشفياتنا للاسف. بروسيدور تاني ممكن نبقى اكسس من البيج اريا، بيج اريا ثيرد اند فورث سبيس، جاست باراسترنال، نعمل بيركشن نتاكد ان ات از ذا بيج اريا، هنلاقيها ضل ونتاكد ان هي البيج اريا اوف ذا هارت، ممكن ندخل جواها. اتس فيري ايزي، اتس فيري انتيريور، ندخل 90 ديجريز دايركتلي داونوردز، بس ندخل بالراحه ما ندخلش مره واحده. ماشي، طيب كل البروسيدور منهم بنعمله ازاي؟ زي ما اتفقنا فلوروسكوبي جايدد كونفشنالي ندخل سبكوستال. مكتوب في الكتب ان احنا لو هندخل اضطرينا ان احنا ندخل فلوروسكوبي جايدد هندخل سبكوستال دايركت تو ذا ليفت شولدر. طب لو احنا هندخل ايكو جايدد المفروض بندخل ازاي؟ في كذا طريقه. في طريقه اللي هي العاديه اللي الناس بتوع الاشعه يعرفوها، اللي هي ان احنا بنحط زي ما قلنا قبل كده في السنترال لاين انسيرشن، بنالاين البروب مع النيدل وندخل بالاثنين مع بعض، بالنيدل دايركتد جنب البروب ونبقى باصين. الطريقه اللي مكتوبه في الكتب عندنا احنا ان انت ما بتستخدمش الاثنين مع بعض، تحط البروب بتحدد الريجن اللي فيها الماكسيمال افيوجن، موجود في النقطه دي ايه النقطه اللي انا لقيت فيها الماكسيمال افيوجن ولقيته فيها نيرست تو ذا شيست وول، بقيس للشيست وول اقرب حاجه موجود عندي من الاكسترنال شيست وول، بقيس كام سنتي اقرب حاجه موجوده واكبر كميه افيوجن، هو دي البوينت اللي انا بدخل فيها. ما حددتش مكان، ممكن ادخل لاترالي، ممكن ادخل سبكوستال، ممكن ادخل باراسترنال، ادخل من اي مكان، المكان اللي فيه الماكسيمم افيوجن واللي فيه الافيوجن از نيرست تو ماي نيدل. واحدد الدايركشن، اعرف انا بعيني الدايركشن بتاع البروب، حاطط البروب كده، حاطط البروب معوج كده، حاطط البروب معوج كده، اعرف الدايركشن اللي حاطط بيها البروب، واعرف المكان اللي انا دخلت اللي انا حاطط فيه البروب، واشيل البروب خالص واعمل الاستريلايزيشن بتاعي وادخل بالنيدل دايركتد ذا سيم دايركشن اوف ذا بروب، ده اللي مكتوب في الكتب، دايركتد ذا سيم دايركشن اوف ذا بروب، عدد السنتيمترز اللي انا استها، اللي انا عرفت ان ده الافيوجن هنا على بعد 4 سنتي او 3 سنتي، ادخل اكتر منهم بنص سنتي لسنتي. انا هدخل نص سنتي زياده عن المسافه اللي انا متوقع ان انا الاقي فيها الافيوجن. بندخل اندر سكشن لغايه لما نلاقي الفلويد طلع عندنا. لو شاكين بندخل بواير ونبص على الواير دي داخله فين. بالكارديوم متوقع ان احنا هنلاقيها لفه حوالين الهارت كله، الواير ده لو دخلنا بواير طويل هنلاقيه لافف حوالين الهارت. لو الواير داخل في ال في الرايت فنتركل مش متوقع ان احنا هنلاقيه لافف حوالين الهارت، هنلاقيه كونفايند في حته صغيره قوي اللي هي حته الرايت فنتركل، مش هنلاقيه رايح ناحيه الليفت خالص، مش هنلاقيه رايح ناحيه الايبكس خالص. ماشي، بعديها هنطلع بالنيدل ونفس عادي البيركتينيوس تكنيك بتاعنا، هندخل بالشيث او بالاسطره بتاعتنا. نقطة الشيث أو الأسطارة أو البيكتيل دي نقطة اللارج، على أنت بعد ما دخلت مش هترجع، أنت عملت خوف. أوكي؟ يعني لو إحنا دخلنا بالنيدل في أر في مفيش مشكلة، ما تعملش حاجة. إتس ماسكيلر وبتقفل. لكن لو دخلنا بشيث في الأر في في مشكلة. يبقى إحنا عندنا مشكلة. فإحنا مفيش مشكلة إن إحنا ندخل بنيدل في أر في، لكن في مشكلة إن إحنا ندخل بشيث في أر في. ماشي؟ فلازم ناخد بالنا. طيب الاي سي جي جايدد باختصار بيبقى فكرته عباره عن ايه؟ فكرته ان احنا بنوصل للنيدل بتاعتنا بالالكترودز.
طرفها بالالكترود، الكترود ارضي، والعيان متوصل على مونيتور، وندخل بالنيدل. اول ما بنلمس الار في هتلاقي اكسترا سيستولز بي في سيز بتحصل، نطلع ملي لاتنين ملي، نتاكد ان احنا مش لامسين الار في، لان انت لو لمست بالنيدل الار في هيحصل اكسترا سيستولز بي في سي، فنتكلم اكسترا سيستولز ماشي. وده عن طريقه بنعرف احنا دخلنا الار في لمسنا الار في ولا لا. كومبليكيشنز ايكو جايدد ديث less than 0.1%، chamber perforation 1%، نيموثوركس 0.8%، اعلى حاجه بسيطه الحاجات دي مع الفلوروسكوبي، الديث 0.6%، chamber perforation 5.6%، نيموثوركس 1%، مع البلايند بلايند تكنيك ديث 6%. واعتقد ان ده مش نتيجه البروسيدور، ان ديث هنا نتيجه ان العيان اللي احنا بنعمل فيه بلايند تكنيك عاده بيبقى much more critical. chamber perforation pneumothorax is 20%. ممكن يحصل عندنا complications تانية زي infection، زي arterial lacerations، زي الليما مثلا او ال PDA، PDA inferiorly او الليما anteriorly. وده البروسيدور نتمنى يشتغل. ممكن نشغله على برنامج تاني؟ لا صوص ما صوص موجود. طيب ماشي، نحاول نشغله تاني في الاخر ان شاء الله حد اغلق مننا. حاجة تانية اللي هنتكلم عليها temporary transvenous pacing. وجب علينا ان احنا نقول ان التمبر ترانس فينا سبيسنج الفاليو بتاعه في الدنيا كلها بيقل جدا، لان في بيركيوتينيا سبيسنج وده الفاليو اللي هو عن طريق الزول بادز، وده الفاليو بتاعه اعلى دلوقتي بكتير جدا. اتس مور رابيد في حالات الامرجنسي بروسيدجرز بالذات اللي بتيجي العيانين الكومبليت هارت بلوك ويز فيري لو هارت ريتس، والعيانين اللي غير كده عاده بره بيابروتش باي دايركت، لان احنا ندخل بيرمننت بيس ميكر انسيرشن لو انديكيتد. الفاليو بتاعنا بتاع التمبرري ترانس فينا سبيسنج في الحالات بس اللي احنا شاكين في ريفرسبل كوز، لو عيان كريتيكال واحنا شاكين في ريفرسبل كوز، لان البيركيوتينيا سبيسنج ما ينفعش نستخدمه لفتره طويله، بيعمل مشاكل في السكين، بيعمل زي بيرنز في السكين لو استخدم لفتره طويله، فما بنقدرش نستخدمه لفتره اكتر من ساعات اللي لازم نغير البادز، اتس فيري اكسبنسيف. ف الفاليو بتاعه ما هواش زي الفاليو عندنا، ما برضه الفاليو عندنا اكتر بكتير قوي للقصه دي، لان ما فيهاش افيلابيلتي كبيره للبيركيوتينيس، موجود لكن مش موجود في كل حته، مش موجود افيلابل زي ده، ده اكتر واسهل. انديكيشنز اكيوت هيمودايناميكالي سيجنيفيكانت براديكارديا او اسيستول، يعني لو عندنا براديكارديا مش هيمودايناميكالي سيجنيفيكانت، عيان براديكارديك كومبليت هارت بلوك هارت ريت بتاعه 40 ومش سيمتوماتيك، مش محتاجه ان انا اعمل له تمبرري بيسنج، محتاجه ان انا اركب له بيرمننت بيس ميكر، لكن مش محتاجه اعمل له تمبرري بيسنج ماشي. يبقى انا محتاج اكيوت هيمودايناميكالي سيجنيفيكانت براديكارديا او اسيستول. معنى كلمه هيمودايناميكالي سيجنيفيكانت اند اتس نوت بيرفيوزنج، اتس نوت بيرفيوزنج دي مش بس معناها ضغط، لان طبعا مع الهارت ريت الواطي صعب قوي نحكم على الضغط، متوقع ان احنا لما الهارت ريت بيوطى احنا محتاجين برودكت معين، هارت ريت بلاد بريشر برودكت معين عشان نوصل للكارديك اوتبوت اللي احنا محتاجينه او للستروك فوليوم اللي احنا محتاجينه. اوكي، متوقع ان لو الهارت ريت وطي 30 مثلا احنا محتاجين بلاد بريشر اعلى عشان يدينا نفس البرفيوجن، فاحنا بنحكم على البرفيوجن بنفس الطريقه اللي احنا بنحكم على العيانين بتوعنا بتوع الرعايه بيها، عن طريق يورين اوتبوت، عن طريق مينتال ستيتس، عن طريق العيان قادر يتحرك ولا لا، مش بس البلاد بريشر. يعني انا ممكن اقول ان اتس نوت بيرفيوزنج بريشر نتيجه ان العيان ما عندوش سبب اخر لرايزنج سيرم كرياتين، اتس نوت بيرفيوزنج، او نتيجه ان العيان ما بيجيبش يورين كويس، اتس نوت بيرفيوزنج، او العيان كونفيوزد حتى لو البلاد بريشر بتاعنا عايزه طلع 120 80، اتس نوت بيرفيوزنج، طالما الهارت ريت قليل ما
قد احتاج لبلاب بريشر اعلى من العادي، ويبقى البلاب بريشر العادي مش بيرفيوزنج. ماشي. Another indication is termination of tachycardias, bridge to permanent pacemaker, prophylactic في بعض الحالات مع بعض السيرجيز، في اثناء بعض السيرجيز كمان. No absolute contraindications. طبعا في حالة عدم وجود البيركيوتينيوس. في وجود البيركيوتينيوس لا، ممكن نقول لو في انفكشن، لو عندنا بيريفيرال انفكشن فاسكولار فيليبايتس ما نقدرش ندخل، اتس ريليتيف، لكن ما نقدرش ندخل. لو عندنا انفكشن في الهارت برضه فيجيتيشنز ما نقدرش ندخل، ما اتس اكانيولا انسيرتد انسايد ذا ار في، بس احنا عندنا هنا اتس نوت كاسيترايزيشن، اتس لايف سيفنج بروسيدجر. فنو ابسولوت كونترا انديكيشن تو لايف سيفنج بروسيدجر. وانس لايف سيفنج there is no contraindication. الريلاتيف بندخل في الريلاتيف كونترا انديكيشنز، يبقى هندخل ان اتس نوت لايف سيفنج ناو، في بديل او العيان از نوت داينج. اتفقنا؟ اف ذا بيشنت از داينج او ذا بروسيدجر از لايف سيفنج، هنعمل المشكله ونبقى نحلها بعدين. لو عندنا فيجيتيشنز خايفين من انفكشن، خايفين من ديسيمينيشن، خايفين من سيبتيك بالمونري امبولاي، هنعملها ونبقى نحلها بعد كده. ماشي. الريلاتيف كونترا انديكيشن زي ما اتفقنا، لو عندنا انفكشن في الباث واي، لو عندنا اي ان ار اكتر من 1.8، لو عندنا بليتليتس اقل من 50,000. بروسيدور كالعاده ريتن انفورمد كونسنت، تو وايب بور كانيولاز، ريدي اي في فلويدز، مونيتورنج فور اي سي جي اند بلاد بريشر، بين ريليف فور ذا بيشنت، مايلد سيديشن، جود ستيرلايزيشن، لوكال انستيزيا، وبعد كده نبتدي ندخل. اكسس سايت منين؟ اي فينس اكسس. في واحد ما بنحبوش عاده، ما بنفضلش ان احنا ندخل سبكليفيان. ليه ما بنفضلش ان احنا ندخل سبكليفيان؟ عشان عاده لو هنركب للعيان بيرمننت بيس ميكر هندخل من نفس المكان، عشان ما نعملش فيه انجري او ثرومبوزز واحنا محتاجينه عشان نستعمله بعد كده، عشان ندخل فيه بالبيرمننت بيس ميكر، فما بنحبش ان احنا ندخل فيه سبكليفيان. اتس نوت كونترا انديكيتد، بس بتبقى الحقيقه يعني سخافه مننا لو احنا عملنا حاجه زي كده، ان احنا بنبوظ على العيان، ممكن تكون بي ذا اونلي اكسس فور ا بيرمننت بيس ميكر. لو احنا دخلنا في ناحيه والناحيه الثانيه طلعت لحظنا ثرومبوزد او فايبروزد او فيها مشكله وما قدروش يدخلوا فيها بالبيرمننت بيس ميكر. بريفيرد اكسس سايت از ذا انترنال جاجولار، اتس ايزي زي ما اتفقنا، اتس رابيد، اتس نير. كل مشكلته ان العيان ما بيتحركش براحته، ما بيحركش رقبته براحته، تبقى رقبته متضايقه، لكن بيقدر يقوم ويمشي. Other access sites femoral vein it's present، واحنا بنستخدم الفيمورال الحقيقه عندنا كتير في التمرداش، لكن الفيمورال vein مشكلته الاساسيه العيان immobilized، ودي العيان بيصارع فيها كتير قوي، فالعيان بيقوم يتحرك طبعا ويحرك الواير. ماشي. complications عندنا access site complications، hematomas، pseudoaneurysms، dissections veins، fistula، ممكن نعمل arrhythmias، premature ventricular contractions، premature atrial contractions and ventricular tachycardias، ممكن نعمل cardiac perforation لو احنا ايدنا ناشفه قوي، او لو الميوكارديا مسكارد، او لو العيان عنده inferior recent inferior myocardial infarction، يبقى فرايبل very فرايبل، فاحنا ممكن جدا نعور الميوكارديا. نعور ايه في الميوكارديا؟ ممكن نعور الار في، ممكن نعور السبت. ماشي. طيب pacemaker malfunction، ودي قصه سهله احنا نصلحها باللي عندنا بره، بالجهاز اللي عندنا بره. over او under sensing، battery failure البطاريه مش شغاله، او electrode displacement او failure to capture. دي المعدات استعراض للمقصات بتاعتنا. ماشي. ده ايه ده؟ داخلين من femoral access، وصلنا لفين؟ لغايه الاتريوم، وداخلين ناحيه superior vena cava. ماشي. دي طريقه ايزي جدا للانسيرشن، ان احنا بندخل بالاسطره بالواير
في رايت اتريوم دايركتد الناحيه دي لغايه لما يبقى هو امباكتد على الوول ونقدر نزقه بعد كده نلفه. هو بياخد الترن بتاعته لوحده بيلف يدخل يعدي التراكاستد فالف لو التراكاستد فالف معلوش ستينوزس او ريجستيشن عليه. اتس فيري ايزي. لو انت دخلنا في الاتجاه ده هتلاقي نفسك وانس خدت لينث دخلت لجوه شويه بالترانزينت واير هتلاقي حصل هنا يبتدي الواير يتني وبعد كده اول ما هتلف ايدك لفه بسيطه او ربع لفه هتلاقي راح داخل لوحده في الارض. ماشي. دي اشكال البطاريات. بعد ما بندخل الواير المكان المفضل فين؟ ار في ايبكس عاده. ساعات بنحطه سيبتل لو لقينا الار في ايبكس مش كابتشرنج مش سينسنج بدي بارامترز عاليه جدا واخد ثريشولد عالي جدا. ساعات بتحطه في الار في او تي مع انه هو اتس نوت ستيبل. الار في او تي عاده بينطروا بيتحركوا لكن ساعات بنحتاج نحطه في الار في او تي لو ما لقيناش مكان تاني سينسنج كويس ومكان تاني بيسنج كويس ممكن نحتاج نحطه في الار في او تي. بالمناسبة it's very physiological. بعد ما بنوصله بنحتاج نظبط حاجة اسمها sensitivity وحاجة اسمها pacing threshold. ماشي. باختصار pacing threshold هو كمية الكهرباء اللي أنا عايز الجهاز يطلعها. أنا عايزه يطلع كهرباء قد إيه؟ عايزه يطلع كهرباء أقل كهرباء safely هتكابتشر الهارت. سيفلي هتكابتشر الهارت كل ما انا عاوزه يعمل له كابتشر. يعني كل ما هيضرب هيكابتشر هيعمل بيت. ماشي. يبقى انا ببتدي من فوق وبقلل تدريجيا الثريشولد لغايه لما يفوت يعني ايه؟ يعني يبتدي ضربه بيوصل وضربه مش بيكابتشر، ضربه بيكابتشر وضربه مش بيكابتشر. والحكايه دي بعملها وانا ظابط الريت اعلى من الريت بتاع العيان عشان يبقى كابتشرنج يبقى بيضرب على طول ما يبقاش انا شاكك ان هو ساعات سينسينج في ساعات العيان هو اللي بيضرب. لما اوصل للثريشولد اللي عنده بيفوت الجهاز اللي هو البيسنج ثريشولد بضرب في 2.5 ل 3 3 اضعافه عشان يبقى مديني سيفتي مارجن واظبط على هذا الثريشولد. ماشي. ده الثريشولد اللي انا بظبط على الجهاز. طيب ما هي السنسيتيفيتي؟ السنسيتيفيتي هي قدرة الجهاز ان هو يحس نيتف بيتس. طيب مين في ايه؟ محتاج من الجهاز اللي بيعمل سنسنج كويس ان هو يحس اي بيت البيشنت هيطلعها وما يحسش اي حاجة مش بيت. ما يحسش muscular movements، ما يحسش رعشة من العيان، ما يحسش أي حركة غير النورمال بيتس بتاعة العيان. ماشي؟ في طرق كتيرة أوي لضبط السنسيفيتي مختلفة، في ناس كتير أوي بتظبط السنسيفيتي بطرق مختلفة كتير. ماشي؟ أنا شخصياً بحب أظبط الجهاز على هارت ريت جاست أقل من الهارت ريت بتاع العيان. وابتدي من السنسيتيفيتي برضه من فوق لتحت من سنسيتيفيتي عاليه وانزل لغايه لما ابقى سنسنج كل البيتس بتاعه العيان. ماشي. بمعنى ايه سنسنج كل البيتس بتاعه العيان؟ يعني الجهاز ما بيضربش لما الجهاز بيحسها ما بيضربش. بوست بروسيدور كير بنحتاج بعد البروسيدور ده نعمل chest x-ray زي ما اتفقنا. اي venous access بالذات لو فوق هنعمل chest x-ray بعده. الحاجة التانية طالما دخلنا في الهارت احنا خايفين فهنعمل برضو x-ray. check access site daily for infection. نبص ان احنا ما حصلش حواليه infection في المكان ده لان ده خطر جدا ممكن يعمل لنا access site infection ممكن يعمل لنا infection في الواير نفسها. daily ECG pacemaker on and off الا اذا كان العيان totally dependent على pacemaker. العيان عنده اسيستول العيان complete heart block والريت بتاعه 10 مش هعمل له اوف خلاص انا عارف ان العيان ده اوف.
الا لو انا توقعت من البيتس بتاعت العيان العيان مبقاش ديبندنت على البيس ميكر. والحكايه دي مش هعمل وانس، مش هعملها اوف على طول طالما انا شاكك. ممكن ساعات كوتش بناخده ان احنا بنقلل الهارت ريت جراديوال، نقلله شويه ونشوف. في ساعات العيانين بيبقى الريسبونس بتاعهم لما احنا بنوقف الجهاز دراماتيك، في عيانين بيبقى الهارت ريت بتاعهم 30 ونركب ترانزيان بيس ميكر واير وانس نوقفه تاني يوم نلاقيه بقى زيرو، مفيش بيتس، مفيش بيتس ان هو بقى ديبندنت بالكامل عليه، وكان الفوكس اللي بيضرب عنده ضعيف، ما هواش دوميننت فوكس فما رجعش تاني يضرب. فخلي بالنا من القصه دي، نبقى حذرين جدا فيها في حكايه الاوف اي سي جي الاوف، خصوصا ان احنا ما نسيبش حد من النيرسز يعملوه لوحده، لازم يبقى حد جنبه. حاجه ثانيه الاوفر درايف بيسنج. اوفر درايف بيسنج از 10 تو 15 بيتس بيسنج فاستر ذان ريت اوف تاكيكارديا اند ستوبنج ذا بيسنج ابرابتلي تو ستوب تاكيكارديا. عاده بنعملها ان 10 بيتس انكريمنتس، نزود 10 10. ممكن يحصل معاها كومبليكيشن، ممكن يحصل معاها كومبليكيشن ديجنريشن انتو ا فاستر انستابل ريزم. يعني لو العيان عنده مثلا اتريال تاكيكارديا يدخل في فاستر اتريال تاكيكارديا، ما تبقاش ريسبوندنج لحاجه خالص والعيان يبتدي يبقى انستابل، بعد ما كان فايتال ستيبل يبتدي يبقى انستابل. ممكن العيان يبقى سلو في تاك مثلا، يبقى فينتريكولار تاكيكارديا انستابل بالسلس في تاك، في تاك بالس يبقى بالسلس في تاك. القصه دي ليها هازرز، ليها مشاكل، فلازم نبقى مستعدين. ادفانتجز ان احنا ما بنديش دايركت كارن كارديوفيرجن، بيسنج افيلابل اف نيدد، لو العيان جاله اسيستولي احنا عندنا البيس ميكر جوه. دكتور هنحتاج بروفلاكسس انتيبايوتكس، هنحتاج بعدها بروفلاكسس انتيبايوتكس طول ما احنا مركبين جوه. محتاج بروفلاكسس انتيبايوتكس عاده بنستخدم اوجمنتن، طول ما عندنا اي حاجه اندويلنج لازم هندي انتيبايوتكس. الكلام ده ينطبق على اللاين سنترال لاين كاثيتر سوانجانز بيس ميكر بالكارديو سنتيسيس كانيولا، لو احنا حاطين اي كاثيتر جوه كل الكيس احنا بنديه كل الكيس، لان احنا عندنا الخوف من الانفكشن عنيف، والانفكشن في الحاجات دي ما هوش حاجه بسيطه. حد عايز يسال حاجه يا جماعه؟